كمان بدنا نقول مبروك لهند مرشاد، هند بسحب الماضي سحب رقم 1561 ربحت بالمرتبة الثانية على الاس ام اس، الجائزة كانت 228 مليون ليرة، ألف مبروك لك هند. هلا صار وقت نتأكد من الطابات، وطبعا نرجع لعندك مدام سلم لو سمحتي تأكدي لنا بأرقام الطابات، تفضلي. صاحب لوتو رقم 1562 لليوم الخميس 16/11/2017، الطابات الستة الأساسية 18 23 3 4 26 12، والطابة السابعة الإضافية 9. إذا هول هن الطابات، صار وقت نشوف التابلو أنا وياكم لنشوف إذا حدا صاب المرتبة الأولى، إذا حدا صاب المرتبة الثانية، كل التفاصيل بالتابلو. هيدا التابلو شو بيقول التابلو؟ للأسف مرتبة أولى ما حدا صابها، ما حدا رح يربح المرتبة الأولى، إنما بالمرتبة الثانية في عنا شبكتين، كل شبكة منهم رح يربحوا حوالي 46 مليون ليرة و800 ألف، 46 مليون و800 ألف ليرة عفوا. المرتبة الثالثة في عنا 29 شبكة رح يربحوا كل شبكة منهم حوالي المليون و800 ألف ليرة، المرتبة الرابعة في عنا 1182 شبكة كل شبكة بتربح حوالي 44 ألف ليرة، والمرتبة الخامسة في عنا 17819 شبكة رح يربحوا 8000 ليرة. ألف مبروك لكل الأشخاص اللي ربحوا معنا بسحب الليلة. خلونا نشوف ونعرف من وين ربحت المرتبة الثانية الشبكتين. مكتب رقم 3239، هي أول شبكة من وين؟ من مكتبة بركات بخلدة. الشبكة الثانية 3618 من وين؟ من برنت اوت بالديكوينه. الف مبروك، وان شاء الله يكونوا هلا عم يحضرونا لايف لحتى ينبسطوا اكثر بالجائزه. هلا رح ننتقل عن جديد لعندك مدام سلم لنتاكد من رقم زيد. صاحب زيد رقم 1562 تاريخ 16/2/2017، الرقم الرابح 20663. هيدا هو رقم زيد، صار وقت نشوف التابلو ونشوف اذا في عنا رابح او رابحين بزيد، خاصة المرتبة الأولى. للأسف المرتبة الأولى ما حدا صابها، ما حدا رح يربح ال 48 مليون ليرة، إنما الأوراق يلي بينتهوا بالرقم 0663 رح يربحوا 450 ألف ليرة، الأوراق يلي بينتهوا ب 663 بيربحوا 45 ألف ليرة، والورقة والأوراق يلي بينتهوا ب 63 بيربحوا 4000 ليرة. طيب مدام سلم، اليوم المرتبة الأولى من ربحت؟ يعني لا تكرهوا شيئا لعله خيرا، لانه عم تتراكم بطبيعه الحال، ويمكن الاشخاص اللي ما ربحوا الليله يربحون الله راد نهار التنين المقبل. قد ايه رح بتكون الجائزه؟ بتكون حوالي مليار و300 مليون. حلوين، مليار و300 مليون ليره، ذكرتوا المليار و300 مليون ليره. المرتبه الثانيه اليوم انربحت؟ نعم، ما في تراكم، عم تربح كل سحب. نعم اوكي، ممكن تكون فوق ال100 مليون المره الجايه. فوق، يمكن تكون فوق ال 100 مليون؟ اي اكيد، على الاكيد اي بتكون فوق ال 100. اوكي، زيد سحب سبيسيال ولا لا؟ سبيسيال 75 مليون. اوكي حلو يا زيد. اذا ما لكم غير التاكسو بكل مراكز اليبانيز ديجو، برجع بذكركم على 10/20 كمان فيكم تبعتوا اس ام اس، فيكم ايضا تنزلوا ابلكيشن ال ال دي جي، هالابلكيشن اللي صارت موجوده مجانا ان كان من خلال اب ستور او جوجل بلاي، وطبعا فيكم تلعبوا لوتو وزيد بطريقه دفع سهله وهينه كثير. نهار التنين المقبل رح خبركم عن الفوتشر اللي موجوده بكل مراكز اليبانيز ديجو يلي قيمتها 10 دولار، يلي من خلالها فيكم تشارجوا الابلكيشن وتشتركوا معنا بصحبة، ومن دون ما تنسوا اكيد الويب سايت lldj.com. انا بشوفكم بعد شوي انا ومدام سلم بلعبه جديده وفرصه ربح جديده واللي هي اليوميه، وباي باي. الشيء الحلو بالموسيقى انه لما بتضرب فيك ما بتوجعك. Despacito,
بدنا نهز ونرقص مع فريقين جاهزين يزرزوا الاستوديو. ذا بلاي ليست هي غنيتي. بعدنا متابعين مع مشاهدينا مع الربح، الأرقام، الحظ والجوائز، وطبعا مع الليبانيز دي جو. وهالمرة بهيدي اللعبة الجوائز ثابتة، يعني بين 35 ألف ليرة وصولنا لل 120 مليون ليرة بانتظاركم بكل سحب من نهار التنين لنهار الجمعة. شرط بس أنه تكونوا مشتركين معنا بلعبة اليومية. قبل ما نبلش ونشوف شو هن الطابات اللي رح تختارن المكنة، بدنا نقول أهلا وسهلا بعضو لجنة الرقابة ومندوبة وزارة المالية مدام ترازم سالم. عن جديد بدي رحب فيك، وهلأ صار وقت تراقبينا لعبة اليومية. أهلا وسهلا فيك زين. منبلش مع أول سحب اليومية ثلاثة. طبات بتختارون المكنة بهاللحظات، هول الطبات يلي بيربحوكم في حال كنتوا صايبينهم نفسهم إما بالدور أو حيلا. هيدا أساس اللعبة بكل السحوبات، يعني سحب يومية 3، 4، و5. الطبات تبينوا 0، 3، 1. إذا كنتم تاكسين هول الطابات، هول الأرقام 0، 3، 1 بشبكة اليومية 3 وطلبتوا أنه يكونوا بالدور، القيمة اللي دفعتوها بتضربوها ب 400 مرة. وإذا كنتم تاكسين هول الأرقام ولكن كنتم مختارينهم حيلا وطلبتوا أنه يكونوا حيلا، القيمة اللي دفعتوها بتضربوها ب 70 مرة لتعرفوا قد إيه بتربحوا مصاري. هلا صار وقت ننتقل لسحب جديد لشبكة اليومية 4. هالمرة المكنة بتختار 4 طابات ونحن بنعلى أكثر بالجوائز. تنشوف شو هو السري لهلا. 5، 2، 1. اثنين عن جديد. 5، 2، 1، 2. هيدا هو سري يومية 4 لليلة. إذا كنتم مختارين هول الأرقام وطلبتوا أنه يكونوا بالدور، القيمة اللي دفعتوها بتضربوها ب 4000 مرة. وإذا كنتم تاكسين هول الأرقام بس طلبتوا أنه يكونوا حيلا، يعني كيف ما أجوا بأي ترتيب بتربحوا، القيمة اللي دفعتوها بتضربوها ب 150 مرة. بذكركم أنه وقت نقول القيمة بلعبة اليومية هي إما 500 ألف 1005 2000 2005 و3000 ليرة، أنتم بتقرروا قد إيه بدكم تدفعوا. هلا صار وقت ننتقل لآخر سحب لليلة شبكة اليومية 5. أول طابة بيبقى عندنا 4 طابات، نشوف شو هن من بعدها. 6. و9. إذا السري هو 4، 0، 2، 6، 9. إذا حدا متكس هول الأرقام بشبكة اليومية 5 بالدور، القيمة اللي دفعها بيضربها ب 40,000 مرة، وبالحياة للقيمة اللي دفعها بيضربها ب 350 مرة. وطبعا بتقدروا تعرفوا قد ايه بتربحوا مصاري، على أمل إنه يكون في عنا عدد كبير من الأشخاص اللي ربحوا معنا بسحب الليلة. قبل ما ننهي بدنا نتأكد من أرقام الطابات مع مدام سالم، تفضلي. سحب يومية رقم 466 لليوم الخميس 16 تشرين 2017. الأرقام الرابحة يومية 3، 0، 3، 1، يومية 4، 5، 2، 1، 2، ويومية 5، 4، 0،
2-6-9. شكرا لك مدام سلم. الله راد منشوفك نهار التنين باللوتو بيزيد واليوميه، واكيد من هون لوقتها عندكم فرصه لعب ثانيه اللي هي اليوميه اللي كل يوم فيكم تلعبوها بكل مراكز لليبانيز دي جو، ايضا على الابلكيشن ال ال دي جي. وطبعا فيكم تختاروا ارقامكم بالدور او حيلا تختاروا تلعبوا شبكه اليوميه 3، 4، أو 5، وانتم بتقرروا مثل ما ذكرت من شوي قديش بدكم تدفعوا بهيدي اللعبه. على كل حال بتمنى انه الكل يجربوا هيدي اللعبه، وتتلاقونا بكره ايضا بسحب جديد. باي باي. Presents Stomp at the Casino de Liban. Stomp at the Casino de Liban.